صباح الخير يا دكتورة. مش فاضية دلوقتي بقى صباحا. يا نهار اسود، بسم الله الرحمن الرحيم. اللي جابك؟ انت عرفت طريقي منين؟ عادي، يعني سألت عليكي في شؤون الطلبة وهم اللي قالوا لي على مكانك هنا. علا علا، هو ده؟ ايوه هو ده. انا عندي عيال، خديني جنبك. انصرف يا لهوي. انصرف ايه؟ هو عفريت امر قطع دراعي من هنا هون مكان مكاوي. ارجوك بقى يا دكتور عزمي، ارجوك. انا مش عارفه انت جاي هنا بتعمل ايه، بس ارجوك ده مش مكان مناسب، لا يليق بيك خالص. دي مستشفى، حرام عليك العيانين دول، وزاره الصحه مش ناقصه. ارجوك امشي. اقص عليك يا دكتوره، اقص. انت برضه هتصدقي الاشاعات دي؟ اشاعات؟ ايوه اشاعات. وبعدين عيب لما يبقى ناس زينا كده بيفكروا بشكل علمي وينساقوا وراء الخرافات دي. ده انا شفت بعيني، محدش قال لي. تهيؤات، كلها تهيؤات. تهيؤات ازاي؟ التاكسي اللي انفجر تهيؤات، الشجره اللي ولعت تهيؤات. طب والتوك توك اللي انتحر على انغام مصطفى كامل تهيؤات؟ يا دكتوره كل حاجه واكيد ليها سببها العلمي الواضح جدا. ازاي طيب؟ طب والكليه؟ ها؟ الاقلام والمنصه والسبوره يا شيخ. برافو عليكي، انت بتاخدي بالك من تفاصيل مهمه جدا. كل دي مقالب بتعملها طالبات فاشلات عشان انا بسقطهم في مادتي لانهم مستهترات. في المقابل اطلقوا عليا الاشاعه السخيفه دي، بس انا قدامك اهو قاعد معاكي في المستشفى بقالي اكتر من نص ساعه. في حاجه حصلت؟ صحيح؟ لا، كلامك صح. ايدك يا اخويا، ايدك. على مهلك. على مهلك. هو اي نعم عفريت، لكن قلب طفل. حرام عليكي، ظلمتي الجدع. هي كده يا دنانه. بس بقى يا بنات، منور. اسفين والله يا دكتور عزمي. الله يخليك. بس هو حضرتك بقى ايه اللي جابك هنا؟ انا بصراحه يعني جاي عايز حضرتك، يعني موضوع شخصي. موضوع شخصي؟ ايه ده اللي بيني وبين حضرتك؟ بصراحه يعني اول ما شفت حضرتك في السكشن حسيت بكونكشن غريب حصل بيني وبينك. جات لي كميه رياكشنز عمرها ما جات لي في حياتي. حسيت كده بهذيان، يعني حسيت بطفح جلدي، حسيت حاجات عمرها ما جات لي من اي انتيبايوتيك خدته في حياتي. مش فاهمه بصراحه يا دكتوره. انا من زمان قوي وانا بدور على واحده تشاركني حياتي بكل السايد افكتس اللي فيها. وبصراحه اول ما شفتك يعني اتاكدت ان انت، ايوه انت البني ادمه اللي هتشاركني معادلة حياتي كلها. لا أنا بجد، قول حضرتك عايز تقول ايه بالظبط؟ من الآخر؟ آه من الآخر يعني؟ آه. أنا جاي يعني عايز أطلب إيد حضرتك. أنا؟ آه. إيدي أنا؟ آه. دكتور عزمي؟ إيه رأيك؟ أنا ما كنتش عارفة إنك إكسباير. نعم؟ أصل يعني إنك مش متجوز، ما كنتش عارفة. آه. بس هو يعني موضوع النحس ده يا دكتور عزمي. كفايه من فضلك بقى، من فضلك ما تظلمنيش زي بقيه الناس. هو طبعا واضح ان الناس ظالمينك. ما ديك قاعد اهو معانا بقالك قد ايه، مفيش اي حاجه حصلت. عادي جدا. برافو عليك. وافقي انت بس، وافقي ومالكيش دعوه باي حاجه. وانا اوعدك اني هخلي حياتك كلها سعاده، وهخلي ايامك كلها نور. ايه ده الزلزال ده ولا ايه؟ زلزال يا بارد وحياه خالتك. امشي روح. اروح ايه وجوازنا؟ جوازنا في المشمش. جوازنا قالوا لك عني مستغنيه عن روحي. امشي. امشي دلوقتي. من ضحوميه يا جماعه.